حبايب القلب، اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج الاوائل لجيل 2006. كالعاده كل حلقه بنجيب لكم طالب مختلف سبيشال شوي بكون، بس المره قاعدين بنرفع شوي بتارجت المعدلات. اليوم بدنا نرحب بطالب اجابته من الاوائل على المناطق في جنوب عمان، الطالبه شاهد. شاهد اهلا وسهلا فيكي. اهلا فيك شاهد. بدنا نسالك هيك كم شغله بمناسبه النجاح قبل ما نحكي لهم قديش معدلك. شاهد في البدايه شو ناوي تدرسي؟ ناوي أدرس قانون. قانون حلو. والجامعة اللي نويتها؟ إن شاء الله تطلع لي بالبلقة. في البلقة مش الأردنية بدك؟ حسب المعدلات القبول. لا أتوقع بطلع لك بالأردنية إن شاء الله. طيب شاهد قديش معدلك؟ معدل 94.55. حلو. أنت ما شاء الله من الأوائل على مدرستك. طيب شاهد نسألك هيك مجموعة أسئلة، وبدك تكوني عارف أنه كل سؤال رح يشوفوه طلاب 2007 بالتحديد. طيب شاهد، بادام انت جبتي معدل ما شاء الله نحكي 95، بكل صراحة التوجيهي صعب ولا سهل؟ توجيهي سهل. سهل حلو. هل شاهد بتستاهل معدل أعلى من 95؟ طبعا كنت متوقع أعلى. طيب هل انت أصلا لما بلشت السنة كنت حاطة في راسك انك تجيبي من الأول على المملكة نحكي؟ كان بنفسي انه اجيب 98 99، بس شاءت الأخضار انه 95 الحمد لله. طيب شاهد متى بلشت تدرس توجيهي؟ يعني رسميا شاهد فتحت اول صفحه في التوجيهي؟ بلشت من شهر 7. من شهر 7. قبل ما تبلش المدارس كنت خاتمه مواد؟ لا. طيب. كنت بلش مع الاساتذه. يعني مع بدا يعني طب بلشت مع الاساتذه من اي ناحيه؟ بطاقات ولا قصدك بطاقات؟ المدرسه؟ لا بطاقات. حلو. يعني طيب فعليا انت بلشت في شهر 7 بس ما بلشت تختمي نحكي. لا. حلو. طيب شاهد اتوقع كنت تتابع السوشيال ميديا بعد كل امتحان؟ تمام. وكنت تشوف ردة فعل الطلاب؟ نحكي بكل صراحه، الامتحانات صعبه كانت ولا سهله؟ امتحانات 2006 كانت صعبه للصراحه، يعني كانت كتير دقيقه، بتحتاج انه واحد يركز فيها ويفهم السؤال ويكمل طبعا كامل السؤال. كلهن صعبات؟ مش كلهم. هسه بحس انه كانوا امتحانات الحفظ زي التربية، حاسوب، عندك كمان تاريخ، كانوا كتير سهلين. حلو. يعني أتوقع بتشتكي من العربي ورياضيات؟ مهارات ورياضيات وإنجليزي. وإنجليزي. طيب يعني بدنا نحكي من الشكاوى اللي كانت تيجي على السوشيال ميديا أكثر شيء، أو لما نعمل مقابلات مع الطلاب، إن مادتين عربي ورياضيات، هل فعليا خسفوكوا ولا شغل طلاب؟ يعني إنه بس بدنا نحكي راعوا بالعلامات. لا نحط المراعاة على جنب كمادة، هل فعليا كان الامتحان صعب؟ كان بيحتاج كتير تركيز امتحان المهارات. قد جبت فيه؟ جبت فيه 184. 184 وصعب بالنسبة لي. هذا لو سهل قديش كان جبتي؟ 200 من 200. كان. طيب شاهد بكل صراحة التوجيهي حظ ولا جهد؟ توجيهي جهد طبعا، كل واحد بدرس وطبعا لكل مجتهد النصيب. اللي بتعب وفعلا كان بنفسه انه يجيب معدل عالي وبيطمح له رح يلاقي ثمار تعبه طبعا بالاخر. طيب شاهد بدنا نحكي شو رايك في ماده الحاسوب؟ ماده الحاسوب سهله، بحسها سهله. قديش كانت معك اللي خدمتيها؟ ما طولت فيها، يعني انا كنت لما بدي اراجع للامتحان كنت أخذها من الساعة 1 الصبح أخلصها المغرب. يعني نحكي إنه هاي المادة ممكن الطالب يضمن فيها 200 طبعاً، وما بدها جهد كبير. لا ما بدها. حلو. أنت أتوقع فللتيها إلا نتفة. قد جبتي فيها؟ 196. يلا مسامحينك في الأربع علامات مبدئياً. طيب أنت حكيتي ناوي تدرسي قانون، على خطى والدك ولا أنت نفسك؟ هسا والدي متوفي الله يرحمه، بس إنه هيك من وأنا صغيرة كنت أحب القانون. حلو. معلش برضو قدام الطلاب، متى والدك توفى؟ والدي توفى وأنا بصف رابع. حلو. مين كان معاكي في التوجيه حسيتي هيك شخص سبيشل؟ طبعا عن ماما. عنجد ملزق فيكي يعني. ماما كانت تعويها وهيك. لا ما كانت تضغط علي ماما، بس إنها ظلت تهتم فيكي بكل إشي كنت بحتاجه، كنت يعني أطلب منها وهي كانت توفر كل إشي لي. طيب شاهد كم، هل انت اكبر واحدة اصغر واحدة؟ هسا احنا 4 ولاد وبنت، في عندي 4 قبلي اخوان
وواحد أصغر مني. أنت أعلى معدل ولا في حدا أعلى منك؟ لا أنا أعلى واحدة بالعائلة حتى. في العائلة قصدك ككل معمامك وإخوالك كمان؟ كعشيرة كاملة. ما شاء الله، يعني نحكي أنت اللي علمت على الكل في العائلة. الحمد لله. أها حلو. طيب هل في أنت حسيتي في التوجيه صار لك شخصية مختلفة؟ ممكن انه كانت انه علاماتي زي انه بالمدرسة وهيك، فالكل كان يحكي لي انه هاي الشاطرة وهي الأبصر شو زي هيك، ف كنت يعني نحكي انت اصلا طبيعة شهادية اصلا هيك هيك في التوجيه وقبل التوجيه نفس الشيء، يعني انت شاطرة قطعتي دراسة. الحمد لله. حلو ما شاء الله. كم ساعة قعدتي تدرسي من اول ما بلشت التوجيه؟ يعني نحكي بصراحة تقعدي في الغرفة كم ساعة بالضبط تقعد معك الدراسة؟ هسا من الأول أنا كنت حاطة زي جدول إلي، فكنت بالأيام العادية كنت 8 ساعات 6 ساعات. حلو، يعني من نحكي 6 إلى مبدئيا 8. التارجت تبعك نحكي مبدئيا 6 ساعات. طيب لما خشينا بالفصل الثاني، بتعرفي الطالب ببلش ينعجي الفصل الأول بخلصه بس برضه بده يراجعه الفصل الثاني. الفصل الثاني قلت لك قعدت تدرسي؟ لا أنا بلشت بالفصل الثاني، ختمته خلصته كامل، وبعدين رجعت للفصل الأول، فكان بنفس الساعات يعني من 6 إلى 8 ساعات. شهر اللي قبل الامتحانات كم ساعة؟ لا هون زدت كأنه صرت 9 ساعات، وبالامتحانات ما كنت أترك دقيقة واحدة إنه ما أدرس فيها. طيب نحكي كمان بصراحة، هيك إجاك يوم في التوجيه في السنة هاي كلياتها هيك يوم حسيتي حالك في عندك شوية يأس؟ أنا بأيام اليأس أو إنه طبعاً كنا كتير نتعب بالتوجيه وغير المرض اللي كان يصير فينا من كثرة الحفظ واللوزة هيك، فكان عندي هيك مقولة بمكتبي اللي هي إنه قاوم ما تكره لتصل إلى ما تحب، فكنت كل ما أشوفه إنه أتفائل وهيك إنه أرجع أكمل ما يأس يعني، طب أو إنه أستسلم. ما دام أنت حاطة هاي المقولة كل يوم كنت تشوفي حالك أنت ممكن تكوني من الأوائل؟ كنت حاطة بغض يعني النظر انه ربنا ما كرمك انك تكوني من اوائل المملكه، لكن على الاقل من الاوائل في منطقتك. ونحكي بصراحه معدل 95 على مقابل اللي شفناه اتوقع جدا ممتاز. شو كانت معناته رده فعلك اول ما شفتيه؟ كمعدل يعني؟ يعني اول ما فتحت هيك اللابتوب لقيتي ناجح 95. والله كتير كتير انبسطت، والحمد لله انه زي ما كنت ادعي، وكان انا بنفسي يعني انه انجح واكون من هاي المعدلات العالية. مين كان حواليكي؟ ماما اخواني في نفس اللحظة؟ بنفس اللحظة، ومديرتي طبعا صف الروضة وهي معي كمان كانت موجودة بنفس أثناء النتائج. أول ما طلعت النتيجة هي كانت رنت علي، ويعني عشنا اللحظات مع بعض. أها حلو. في حدا من صحباتك جاب نفس معدلك كذا ولا أنت كنتي تقريبا منطوية؟ بس بالعشر مختلف. يعني ما كنت منطوية في التوجيه؟ لا مع صحباتي طبعا كنا يعني عادي اجتماعية مع الكل. معدلاتهم تقريبا في بالثمانين، في بالسبعين، في كمان بالتسعين. لا بدنا اللي هيك حسيتيها، يعني نحكي بست فريند. ايات 94.45، يعني الفرق 10 تقريبا. 10 ايوه. طب معناته شهد صاحب ساحب طبعا كثير، يعني لولا صحبات وكنا مع بعض يعني، ونسمع لبعض ونحفظ مع بعض يعني، وكنا نحفز مع بعض يعني. يعني انت محظوظة بشلتك نحكي. طبعا. لو كان في عندك شلة ثانية كان ممكن معناته نحكي، لو شلة نحكي مش تبعت قرايب ما بدنا نحكي سيئة، كان ممكن شهادة تجيب اقل من هيك حتى لو انك انت تبعت قرايب. طيب السوشيال ميديا قديش كنت تقعد عليها؟ هسا انا مشان كنت عامله جدول، فانا كنت مخلي فيه وقت للبريك للتليفون انه افتحه، فما كنت انه اطول لانه كمان ماما كانت تحكي لي انه تقعد على التليفون، وكنت كمان اعطي لماما التليفون مرات خصوصا بفتره الامتحانات. شاد انت من جماعه اذا فتحت الريلز بتنطي لريلز ثاني ولا بتسجل؟ لانه انا كنت افكر انه هذا اللي بيضيع لي وقتي. يعني انت فعليا كنت ضد السوشيال ميديا على مرحله التوجيه. حلو. حكيتي لنا انك درستي 10 ساعات، نقول 10 ساعات متواصلة؟ لا مو متواصلة اللي بالذات اخر طبعا. شهر هاي؟ لا اخر شهر طبعا متواصلة كانت، يعني انت فاني كنت طول ضغطة حالك. كتير كنت ضغطة. قول فيش حدا يقول لك ريحي بريك 5 دقايق قبل ما فيها؟
عادي كنت اخذ مثلا لو بدي بريك وهيك يعني انه لاكل لا انه احكي شوي مع ماما، خصوصا باخر امتحانات يعني الواحد بكون طاقته خلصت وبلش يبهت وزي هيك، فشوي كنت اترك يعني. مين كان يشحن طاقتك بعيدا عن امك؟ انا كنت اشحن طاقتي. لا بدنا الا ما يكون في حدا، هو يا انا يا ماما يا معلماتي. يعني نحكي انه في دور للمعلمين في المدارس. طبعا معلماتي ما شاء الله عليهم. حلو. طب اخر ماده متى كنت ختميتها؟ اخر ماده اللي هي ماده التاريخ. هسه التاريخ انا كثير ركزت عليه يعني كنت اصلا ختميته من زمان، وكثير انا عادت وزدت في التاريخ لحتى انه ما استصعبت منه وقت الامتحان، وكنت رايحة على الامتحان ختم كل المادة. اها حلو. طب شهد، هل المدرسة حسيتيها كانت مضيعة للوقت زي ما بيحكوا الطلاب، ولا فعليا بتأثر على النتيجة؟ يعني فعليا انه بيحكوا دايما انا خلص بعتمد البطاقة، بينما المدرسة هسا انا ما كنت يعني انه اضيع يوم علي بالمدرسة، كنت دائما انه ملتزمة. اداوم. يعني فعليا نحكي انه المدرسة مكملة للبطاقة طبعا والبطاقة مكملة للمدرسة. واي اشي كنت اواجه فيه مشكلة بالدراسة كنت ارجع لمعلماتي، وطبعا انهم يشرحوا لي كل اشي بشكل مفصل. طبعا يعني مش زي ما بيحكوا انه فعليا المدرسة مضيعة للوقت. لا لا حلو. شاهد كلمة ل 2007. هسا 2007 و2008 انه هذا الوقت وقتهم وانه وقت ابداعهم، وهي السنة انهم انه سنة انه يظهروا انه قديش انه الواحد انه لازم يتألق بمعدله وهيك، وبالآخر إنه فعلا رح يلاقوا ثمار تعبهم، وفعلا لكل مجتهد النصيب. طيب شهد مادتين بتنصح الطلاب هسه يبلشوا فيهم ويختموهم وبتأثر على المعدل؟ التربية الإسلامية والعلوم الإسلامية والحاسوب طبعا والتاريخ. 4 مواد هذول. إذا حكينا لك مادتين، مادتين حاسوب لأنه سهل وعلوم إسلامية. الحاسوب حسيتيه مباشر ولا كان في لف دوران؟ كان في شوي بس انه الواحد لما يركز بالامتحان بحد. طيب طبعا شاهد انا في البدايه فعليا فخور فيكي، الله يسعدك. وانا فعليا جبتك متقصد، وانا عارف انه والدك متوفي، وفعليا انا حابه ابعث رساله كنت من خلالك لكل الطلاب، لان فعليا في كميه طلاب عندنا اللي متوفيه والدته ربنا يرحمهم جميعا، واللي متوفي والده ربنا يرحمهم، لكن فعليا احنا كاساتذه ضروري نلعب دور الصديق قبل ما يكون المعلم. فعليا شهد اللي بمر في ظروفك المفروض ما يجيبش 95، لكن اللي متربيه صح واللي بتتعب صح بدايه السنه لا بده تجيب اللي احسن من ال 95. طبعا مش بنقلل من ال 95 بس ما شاء الله فعليا 95 شاهد انت صدمتينا جميعا، فعليا نكون صريحين. فانا بحيي قبل ما احييكي انا بحيي والدك فعليا، واللي خلف فعليا زي ما بقول المثل اللي خلف ما مات، فبدك تسمحي لي لو والدك كان عايش كان فعليا هو اللي نقطك، لكن انا هسه حاليا بدي تعتبري اللنقوط يا اما كصديق او كاخ فعليا، لانه هذا الدور اللي احنا لازم نلعبه بعيدا عن التعليم، بغض النظر انك انت رفعتي راسك يا استاذه غاندي وانك جبتي علامه شبه فل ومعدل بيرفع الراس. ففي البدايه انت اكيد عارفه انا شو اكثر هديه بوزعها على الطلاب. شو اكثر هديه؟ السوس. فمعناته انت هاي شيء لابد منه، لكن وبدك تسمحي لنا كمان باللنقوط هذا الخفيف اللطيف وتعتبريه ذكرى جميله مني لإلك، لكن بدي اتمنى بالذات لانك ممكن انت بنت، بدنا نحكي بصراحة بعيدا عن الشباب، الشاب بالآخر فعليا ايش ما يصير معاه ظروف بيقدر يشيل، لكن البنت شوي مختلفة، لكن انك جبتي معدل زي هيك وانت بنت فعليا هذا الاشي برفع الراس. الحمد لله. فشاهد انت هسه داخلة على مرحلة جديدة وبجامعة جديدة بشخصية برضو غصبا عنك حتتغير شخصيتك فعليا بعيدا عن اللي شفتي في المدرسة، فأتمنى زي ما طلعتي مرفوعة الراس في التوجيه في الجامعة بدنا ترجعي لنا كمان 4 سنين تحكي لنا عن مسيرتك وانتي محامية ان شاء الله قد الدنيا ان شاء الله. فبنتمنى لك كل التوفيق. حبايب القلب زي ما شفتوا معنا انا حلقة كانت سبيشال مع الطالب شاهد، الحمد لله كانت من الاوائل عنا، بنتمنى لها كل التوفيق ان شاء الله في مرحلتها الجديدة في الجامعة، وعقبال كالعادة اللي بنحكي في نهاية كل حلقة اليوم شاهد، بكرة بنشوف مقابلات مع 2007 وانتوا ناجحين، بنشوفكم في الحلقات الجاية. السلام عليكم.